نشرة الأخبار من قناة تونسنا، والبداية مع العناوين. رئيس الحكومة يعلن عن إنشاء قطب أمني شامل لمقاومة الإرهاب بكل أنواعه. التقرير 28 لدائرة المحاسبات يصف وضع المالية العمومية بالمتدهور. وزير الاقتصاد والمالية يؤكد أن الأموال المتأتية من الاكتتاب سيتم استثمارها في مشاريع تنموية. نقابة قوات الأمن الداخلي تطالب بإقالة آمر الحرس الوطني وبفتح بحث في عملية سيد علي بن عون وقبلات وجندوبة. أهلا بكم. استعرض مساء أمس رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة حصيلة عمل حكومته منذ توليها المهام وبعد مرور أكثر من 100 يوم. وبهذه المناسبة أعلن جمعة عن إنشاء قطب أمني شامل لمقاومة الإرهاب بكل أنواعه. تحت عنوان 100 يوم من العمل الحكومي، استعرض مساء أمس رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة حصيلة عمل حكومته في شتى المجالات. ففي المجال الأمني ومحاربة الإرهاب، أفاد رئيس الحكومة أن العمليات العسكرية في جبل الشعامبي قد انتهت وأن قوات الأمن استعادت السيطرة عليه، معلنا إنشاء قطب أمني شامل لمقاومة الإرهاب بكل أنواعه. قررنا إحداث قطب مختص في الإرهاب بجميع أجهزته، يعني الأمنية، العملياتية، استخباراتية، كل الأجهزة اللي متعلقة بالأمن وبالبحث وبالإرشاد، وكذلك قضاة وحكام التحقيق. وفي المجال الاقتصادي، شدد جمعة على صعوبة الوضع الاقتصادي، داعيا إلى اعتماد منوال تنموي جديد يكون استثماري بالأساس والتخلي على المنوال الحالي الاستهلاكي. وقال جمعة إن قانون المالية التكميلي سيتم الإعلان عن تفاصيله قبل موفى شهر جوان، دون أن يقدم تفاصيل الإجراءات المزمع اتخاذها لسد عجز الميزانية، لكنه أشار إلى أن هدف الحكومة تعبئة 1.5 مليار دينار للتقليص من عجز الميزانية. المنوال الاقتصادي نتاع اليوم، وخاصة فيما يتعلق بالدولة، كونه قائم على الاستهلاك بكتلة أجور بالدعم، يلزم نحولوه للاستثمار. قيمة الاستثمار اليوم مقارنة بالأموال المخصصة للاستهلاك غير متكافئة، وهذاك علاش وصلنا للوضعية هذه. حددنا هدف هو التقليص في العجز ب 1.5 مليار دينار في السنة بداية من 2014. وحول صعوبة الحوار الاقتصادي وتأخر انعقاده في ظل التخوفات التي عبر عنها عدد من الأحزاب وخاصة المنظمات الشاغلة من إمكانية أن يكون هذا الحوار غطاء لتمرير إجراءات تمس من منظومة الدعم ومن المقدرة الشرائية للأجراء، لم يخفي جمعة اعترافه بهذه الصعوبات، مشددا على أن الحوار قائم مع الاتحاد العام التونسي للشغل، محاولا التقليص من أهمية الخلافات بين الحكومة والاتحاد. وفيما يتعلق برجال الأعمال الممنوعين من السفر، أفاد رئيس الحكومة أن عددهم يقارب 50، وأن حكومته تعمل على فض هذا الملف في أقرب وقت. توا هما أقل من 50، والأكثرهم عند القضاء، فما تطلبوش من الحكومة باش تمشي تدخل في القضاء. احنا باش نشوفوا كيفاش نجموا نلقاو إجراءات نتاع ريكونسيلياسيون ممكن نسهلوا به الخروج من الواحد هذايا، أما كل ملف عند القضاء خارج على نطاقنا. وحول مراجعة التعيينات، أعلن رئيس الحكومة أنه سيتم قريبا القيام بحركة في سلك السفراء وفي سلك المعتمدين، ستشمل 120 معتمدا خلال أسبوعين، مبينا أنه تم درس 900 ملف. جل الدواوين تبدلوا رؤسائهم، قلصنا ب 20% المكلفين بمأمورية، وبدلنا الكثير من المكلفين بمأمورية، أبدأ من ديوان رئيس الحكومة، بدلنا ما يقارب 40 رئيس منشأة عمومية، حركة الولاة اليوم وغدوة إن شاء الله تخرج حركة المعتمدين الأولين والكتاب العامين، ومنها ولاخر الشهر في ظرف أسبوعين فما حركة باش تشمل على الأقل 120 معتمد. وحول رغبة بعض الأحزاب في إعادة ترشيحه بعد الانتخابات لتقلد نفس المنصب، نفى جمعة أن تكون لديه أي رغبة شخصية في الترشح للانتخابات القادمة. وفي موضوع حل رابطات حماية الثورة، أفاد رئيس الحكومة أنه تم حصر عددها وأن هذا الملف محل متابعة قضائية، وأن قضية في هذا الخصوص سيتم البت فيها يوم 26 من مايو الجاري.
قال رئيس دائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط اليوم أن التقرير القضائي السنوي لسنة 2013 جاء ليعكس ما تعانيه المالية العمومية من تدهور لأسباب تعود أساساً لتأخر العديد من المؤسسات العمومية في تحويل أرباحها لصالح الميزانية العمومية. التقرير السنوي 28 لدائرة المحاسبات للسنة القضائية 2012 و2013 جاء ليعكس ما تعانيه المالية العمومية من تدهور لأسباب تعود أساساً لتأخر تحويل أرباح المؤسسات العمومية لصالح ميزانية الدولة. لا يعقل الآن مثلاً أنه من غير الأجراء، الأجراء تعلمون أنه يتم معناها الحجز معناها من الأصل من المورد بالنسبة للأداء المحمولة عليهم، لكن فيما عدا ذلك من المطالبين بالأداء هناك قرابات 33% فقط من المطالبين بالأداء اللي يقوموا بواجب التصريح الجبائي في الأجال منع القانونية. التقرير سلط الضوء على 9 مجالات شملت مختلف المؤسسات التي سجلت في حقها عديد الإخلالات، لعل أبرزها وزارة الخارجية بقضية الهبة الصينية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مسألة القرض منع الصيني نقول أن وزارة الخارجية أخطأت لما أدرجت مقابل القيمة الصينية بحساب بنكي مفتوح باسمها، القانون لا يسمح لنا بذلك. سجل الصندوق جملة من النتائج المحاسبية السلبية خلال السنوات الأخيرة، وتعود هذه الوضعية إلى عدم التناسق في حسابية الصندوق الوطني للثمن الاجتماعي، تعود أيضا هذه الوضعية إلى إسناد جملة من المنافع لأشخاص دون غيرهم مما أضر بمبدأ الشفافية. وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، أكد رئيس دائرة المحاسبات أن المؤسسة ستقوم بالتدقيق في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى مراقبة مصادر تمويل الأحزاب خلال الحملات الانتخابية. أفاد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن الأموال المتأتية من الاكتتاب الوطني سيتم استغلالها في مشاريع تنموية استثمارية، وسيتم ضخ هذه الأموال في قانون المالية التكبيلي بداية شهر جويلية المقبل. كما عبر بن حمودة عن تفاؤله من نجاح عملية الاكتتاب، مؤكدا وجود مؤشرات إيجابية في المساهمة في الاكتتاب الوطنية. بهدف تخفيض عجز ميزانية الدولة وتقليص حجم الاقتراض الخارجي، شرعت تونس يوم الاثنين الفارط رسميا في تنفيذ عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني الذي سيتواصل حتى تاريخ 13 من جوان القادم، عملية تهدف لتعبئة 500 مليون دينار وتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2014. المساهمات هذه متاع المواطنين متاع الشركات متاع رجال الأعمال باش تمكننا من دفع يعني التنمية ومن دفع التشغيل. الفائدة المقترحة يعني المطروحة في الاكتتاب هي نسب فائدة معقولة بالنظر إلى أنه هي سندات تصدرها الدولة، يعني الأقل مخاطر بالسوق المالية. كما يمكن للمكتتبين الاختيار بين 3 أصناف عند المشاركة في عملية الاكتتاب، حيث تتراوح القيمة الإسمية لكل سند بين 10 دنانير و100 دينار، علما وأن أعضاء الحكومة سيساهمون باقتطاع نسبة 10% من رواتب الشهر الجاري لصالح الاكتتاب. ثم 3 أصناف، ثم صنف A وصنف B وصنف G، يعني صنف ب5 سنوات، صنف ب7 سنوات، وصنف يقع يعني استرداده ب10 سنوات. ثم يعني قبول كبير وثم يعني موبيليزاسيون كبيرة من المواطنين على الاكتتاب. وحول وضعية المالية للبلاد، أفاد الوزير المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضار الورفلية أن الوضعية المالية ستشهد بعض الضغوطات خاصة خلال شهر جويلية القادم، نظرا لاسترجاع بعض الديون الخارجية المتعلقة بصندوق النقد الدولي. أن حاجيات تمويل المالية والميزانية اللي هما في حدود 1 مليار دينار سنة 2014، يعني عندنا 13 مليار دينار في سنة 2014 اللي لقيناهم يعني موجودين في قانون المالية لسنة 2014، هما في حدود يعني ينقصنا عليهم باش نغلقوا ونعملوا التوازن المالي، ينقصنا في 3.5 مليار من الدنانير. فما الشهر جويلية يكون فيه شوية ضغوطات أيضا نظرا لاسترجاع بعض الديون الخارجية مثل صندوق النقد الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن تونس أصدرت منذ الاستقلال 3 قروض رقاعية وطنية، الأول كان سنة 1900
1964 عند بناء الدولة، والثاني كان سنة 1986 لما مرت به البلاد آنذاك بأزمة مالية واقتصادية، والثالث سنة 2014 لتعبئة الموارد المالية لفائدة ميزانية الدولة. نفذ أعضاء نقابة قوات الأمن الداخلي ومنخرطيها اليوم وقفة احتجاجية أمام ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، نددوا خلالها بما أسموه سياسة التعسف التي ينتهجها آمر الحرس الوطني على حد تعبيرهم، مطالبين بإقالته وبعدم الزج بالمؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية. حماية العاملين في السلك من التتبعات والعقوبات التأديبية والأبحاث الإدارية على خلفية الأحداث التي جدت بمدينة سوسة في أفريل الماضي، وإقالة آمر الحرس الوطني منير الكسيكسي، وفتح بحث في عملية سيدي علي بن عون وقبلات وجندوبة، جملة من المطالب نادى بها المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أمام ثكنة الحرس الوطني بالعوين اليوم. طالبوا من كل ما هو من مشمولات وشي هذايا فتح بحث في عمليه على سيدي علي بن عون قبلات وجندوبه ويعطونا الحقيقه كامله، وكل من يتحمل مسؤوليته ويثبت تورطه في هذه المواضيع لابد انه نعرفوه. هي دريال مو معناها فما مسانده قامت بها النقابه الجهويه لقوات الامن الداخلي بسوسه على خلفيه القاء القبض على زميلنا اللي قام بواجبه وتم زج به في السجن. معناها خدم القانون طبق القانون، فما شكون مات معناها مهرب فهمتني؟ مشى للحبس معناها وقفوا وتم ايداعه بالسجن. عملنا وقفه احتجاجيه قدام المحكمه في اطار القانون معناها بكل انضباط. ما رعانا بعد اللي سيد الامن هذا سيد زين العابدين الكسيكسي يزر برقيه نتاع ايقاف جماعه الزملاء وإحالتهم على التفقدية للبحث من أجل الاحتجاج أمام المحكمة. تصحيح المسار المهني للأمنيين المتقاعدين مطلب ملح بات يطرح في أكثر من مناسبة، ليؤكدوا أن هبة الأمني المتقاعد من هبة الدولة، داعين إلى عدم تناسيهم وتناسي تضحياتهم التي قدموها خلال سنوات طويلة لخدمة هذا الوطن. تصحيح المسار المهني، النقل المجاني، وين هو النقل المجاني كنا نتمتعوا به؟ وين المعاجل المجانية؟ اولادنا احنا قريناهم ونسينا كل شيء، وبتنا بالقريب بردكان وكل شيء باش نطلع ولدنا كادر ويفتخر به عون الامن، واذا بها تو يخرج عون الامن بالشهاده ويستنى. والله صدقني لا لقينا باش نخدم اولادنا لا بالفلوس ولا بغير الفلوس. وين هي؟ وين هي كانت العبره النظره على المتقاعده؟ يا ودي المتقاعده وهي بالدوله راه كيما طالع العلم كيما طالع المتقاعده. رغم انهم ابناء سلك واحد الا ان اختلاف ارائهم ومواقفهم كان سببا لنشوب مناوشات بينهم تعكس ما يحصل داخل المؤسسه الامنيه، والتي هي مطالبه اكثر من اي مؤسسه اخرى ان تبقى بعيده عن كل التجاذبات والانتماءات ومحافظه على تماسكها. تم اليوم خلال ندوة صحفية الإعلان عن بعث مؤسسة الشهيد محمد البراهمي، والتي تضم عددا من المثقفين والحقوقيين والمحامين وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني. وبهذه المناسبة أكدت أرملة البراهمي أن هذه المؤسسة سترد على قتلة زوجها من خلال الأنشطة الثقافية والاجتماعية للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة والتسامح ونبذ العنف. 15 مايو هو تاريخ مولد الشهيد محمد البراهمي، ووفاء لذكره تم في هذا اليوم الإعلان عن بعث مؤسسة البراهمي التي ستخوض وبحسب مؤسسها نضالات ضد العنف والإرهاب بمشروع ثقافي واجتماعي. نحن سنرد الدم بالرسم بالورود بالشعر، لن نرد على العنف بالعنف لأنه هذا ما هوش أسلوبنا. أسلوبنا مدني حواري حضاري فقط. الجمعية هذه بدت راهي يعني تستعد وتعد نفسها من الأيامات الأولى لاغتيال الشهيد، إلا أنه حبيناه يكون عمل مدروس وعمل جميل في جمال روح محمد إبراهيمي. رسالة أراد أن يتوجه بها عدد من المثقفين والمحامين والإعلاميين من خلال بعث هذه المؤسسة، مفادها أن الإبراهيمي رحل جسدا لكن أفكاره ومشروعه الحضاري والمبادئ التي دافع عنها ستظل راسخة في المجتمع التونسي. هذه المؤسسة تقف على أرضية ومبادئ مشروع الحضاري الوطني الثقافي للشهيد محمد إبراهيمي. الأخوة والأخوات الذين كونوها هم من مختلف الفئات والقطاعات،
هما مثقفين، هما فنانين، حقوقيين، محامين، أطباء، أساتذة جامعيين. إقامة الأنشطة الثقافية والفكرية للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة والتسامح ونبذ العنف والإرهاب وترسيخ مدنية الدولة وإرساء العدالة الاجتماعية هدف من أهداف مؤسسة الشهيد محمد البراهمي. أطفال وانطلاقا من مقترحاتهم هما لتنمية قدراتهم الفنية للتعبير على ذواتهم، أحاسيسهم، أذواقهم، أفكارهم الفطرية ومحيطهم الاجتماعي والبيئي، وذلك بالتركيز طبعا على ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة ونبذ العنف وقبول الآخر. نحن مستعدون لمزيد من التضحيات لتصحيح مسار الثورة، مقولة للبراهمي أكد أعضاء المؤسسة أنها ستكون الشمعة التي تنير طريقهم لاستكمال مشروعه الحضاري ولمحاربة دعاة العنف والكراهية. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.